أهلا وسهلا بكم من جديد. وافقت وزارة الداخلية أخيرا على فتح مكاتب لحقوق الإنسان في السجون الرئيسية الخمسة للمباحث من أجل متابعة أوضاع الموقوفين والاطمئنان على حالهم، في حين أصدرت الوزارة بيان وزارة الداخلية قالت فيه يعني ملخص الموضوع أن قضايا الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع للإجراءات العدلية، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق البعض منهم، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة. وقال البيان أن الموقوفين يتمتعون بجميع حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان السعودية والجمعية الوطنية أيضا لحقوق الإنسان. ونبه البيان إلى أن جميع الموقوفين وأسرهم يحصلون على النفقات المالية لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية طبعا والصحية والتعليمية. طبعا الوزارة خصصت لذوي الموقوفين وأسرهم مكتب خاص للتواصل معهم وتلمس الاحتياجات حسب ما ذكر البيان، والعمل على أيضا توفير مطالب الناس. طبعا الحقيقة البيان يعني أكثر من يعني بهذا ملخص، في تفاصيل كثيرة راح نتكلم عنها. بنشوف في ناس إلى الآن موجودين بس ما في محاكمة لهم، وفي ناس لا فعلا في محاكمة. مبرر راح نتكلم عن 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 مبررات صدور مثل هذا البيان. أيضا راح نقول لكم أيضا ما قاله لبرنامج أهل المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي. لكن خلونا نشوف هذا التقرير لخالد الفرحان ثم نعود للنقاش. مقاطع مصورة في شبكات الانترنت ووسائل الإعلام تعبر عن تجمعات صغيرة في أماكن مختلفة تطالب بإطلاق سراح سجناء محكومين ومتهمين بارتكاب جرائم إرهابية. ووزارة الداخلية تحذر في بيان لها من استغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة بهدف تأجيج الفتنة وتزييف الواقع، مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع المشاركين في هذه التجمعات. وزارة الداخلية تقوم بواجبها، واجبها الأساسي هو حفظ الأمن والنظام، ومن يثير الشغب ويثير ويخل بالأمن توقفه وزارة الداخلية كائنا من كان، سواء كان من طائفة هذه الطائفة أو تلك. يعني هو الأمر ليس وقفا على فئة معينة من أبناء هذا الشعب، لا، لكن هذه الوزارة تقوم بحفظ الأمن والنظام واستتباب السلم الوطني. يأتي بيان وزارة الداخلية ليؤكد أهمية احترام الإجراءات العدلية وعدم استغلال هذه القضايا من قبل ضعاف النفوس المتاجرين بقضايا المعتقلين لتمرير أجندة خارجية. قضية المعتقلين الخارج والداخل يهمه بشكل كبير جدا أن تحل هذه القضية، لأنها قضية المعيار الإنساني فيها مرتفع جدا. نحن نتكلم عن أناس لا تتوفر لهم أدنى درجات المعايير الإنسانية العدلية، وبالتالي التعامل في هذه القضية لا يكون بناء على المصلحة بقدر ما هو بناء على الرغبة الإنسانية في إنهاء هذا الملف. الداخلية تضمن بيانها ما يتمتع به جميع الموقوفين من كافة الحقوق الشرعية والنظامية والإنسانية، مؤكدة دعمها المستمر لذوي الموقوفين وأسرهم. لبرنامج أهلة، خالد الفرحان، جدة.